نبتدي اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي من على مواقع الانترنت من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ونتكلم في موضوع اكيد مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. قال ان قرر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ان هو يشكل هيئه طبيه خاصه برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز، كبير اطباء العظام في مصر وفي العالم كله، وعضويه كل من الدكتور ياسر المديجي استاذ اصابات الكتف، والدكتور احمد خليف استاذ اصابات الكاحل، وبينضم ليهم استاذ قلب وأوعية دموية، وده عشان يتم تطوير المنظومة الطبية في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. طبعا جه بعد دراسة ظاهرة الإصابات المتكررة، واجتماع كابتن محمود الخطيب مع المدير الفني للنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكتر من مرة، وبحث الأمر مع الجهاز الطبي والعديد من المتخصصين في مجال إصابات الملاعب والتأهيل، وتبين أن تلاحم المواسم بالنسبة لفريق النادي الأهلي بسبب طبعا مشاركاته المتعددة محليا وقاريا وعدم وجود وقت كافي للراحة ولفترة إعداد كان سبب أو كان أبرز الأسباب الخاصة بالإصابات المتعددة للاعيبة النادي الأهلي ما بين فترة والتانية. وعليه فاجي قرار رئيس نادي الأهلي بتشكيل هيئة طبية للإصابات، هيئة رفيعة المستوى بتضم العديد من الأساتذة في تلك التخصصات، وبتقوم بتشخيص الإصابات بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي واللي بيقوم بمهمته على أكمل وجه، وهتكون طبعا في رعاية متكاملة للعيبة المصابين من كافة الاتجاهات، بما يضمن طبعا عدم تكرار الإصابات فترة العلاج. وحرص كابتن محمود الخطيب على الاجتماع النهاردة مع الهيئة الطبية في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ ومارتين الأسارتي ودكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وده عشان يحطوا آلية يشتغلوا من خلالها في المرحلة اللي جاية بما يحقق الأهداف المرجوة ويوفر للفريق كمان الحماية الطبية والتأهيل المتميز للمصابين. من جانب آخر قال كابتن سيد عبد الحفيظ إن كابتن محمود الخطيب بيدرس ظاهرة الإصابات من فترة طويلة، وكان هو حريص جدا إن هو يسمع للعديد من المختصين، واجتمع مع الجهاز الطبي أكتر من مرة عشان يناقش الملف ده واتكلم مع الأسارتي، وكان الهدف من ده هو طبعا اتخاذ القرار اللي بيضمن تطوير المنظومة الطبية والعلاج الطبيعي بما يتماشى مع طموحات النادي الأهلي على كافة المستويات.